تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، تواصلت فعاليات مهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية بشارع المعز لدين الله الفاطمي والذي تحل عليه دولة تونس ضيف شرف المهرجان، ليقدم لنا معزوفة كونية تتناغم فيها ثقافات الشعوب وتبعث برسالة محبة وسلام إلى كافة دول العالم. فرحانين إن السنة بنحتفل بالسنة الثقافية التونسية المصرية. عملنا هناك في تونس احتفالات بالمناسبة هذه وشاركنا فيها، والحمد لله هذه ثاني مرة نيجي نشارك في مهرجان الطبول كفرقة وطنية للفنون الشعبية. الفكرة اللي قام بها دكتور يعني فكرة كويسة جدا، إنه جمع إيقاعات العربية في شكل يعني عرض. الفكرة حلوة كتير، استحسناها. المهرجان أهميته كتير كتير كبيرة بالنسبة لكل العرب وكل حتى البلدان، لأنه هو بيوحد هاي الدول وبيعلمهم أنه كل إشي ممكن يتوافق، زي رنة الطبل بالضبط كيف بتوافق مع الطبل الثاني والطبل الثالث، وهيك إحنا بنكون كلنا بتناغم وتعايش مع بعض، وبوصل هاي الرسالة السامية اللي هو فيها. وطبعا مصر معروفة إنها بتلم كل الحبايب. رسالة برع في تقديمها فرق من مختلف الجنسيات من خلال قرع الطبول وتقديم الفلكلور الشعبي والموروث الثقافي للدول المشاركة بهدف تحقيق التواصل الإنساني بين الشعوب. فرقة فلسطين يعني المشاركة هذا العام تأخذ طابع آخر مقاوم لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي والقمع والقتل. هذه رسالة للعالم ان احنا نحب الحياة. الفولكلور التونسي ياسر حلو، باش نعرضوا تابلويت برشا. تابلويت هما عندهم 60 سنة حاسيلو، 60 سنة ملي تعملوا تابلويت حلوين، ان شاء الله يعجبوكم. احنا نحبوا مصر، نحبوها برشا وفرحانين برشا اللي احنا جايين لمصر. هذا وتؤكد الدورة الحالية لمهرجان الطبول أن مصر قادرة على تصدير البهجة إلى العالم في كافة الأوقات. رسالة سلام من مصر، سلام انطلقت من هنا إلى مختلف دول العالم من خلال معزوفات كونية تنغمت فيها مختلف الثقافات والفنون، تأكيدا على دور الفن والثقافة كقوى ناعمة في تحقيق التواصل الإنساني بين الشعوب. من شارع المعز لدين الله الفاطمي، أحمد سعد الدين النيل. برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما احنا استمعنا في التقرير السابق هنتكلم عن الفعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للطبول من أجل السلام، هو شعار هذا المهرجان هذا العام بالطبع. احنا شفنا يمكن في هذا التقرير كيف يمكن التعامل مع الثقافات المختلفة من خلال هذا المهرجان، هو فرصة للتلاقي بين مختلف الشعوب في الحقيقة والاطلاع على كثير من الثقافات والحضارات المختلفة من خلال 43 فرقة مشاركة في هذا المهرجان من العديد من الدول. على حال خلونا نعرف مزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة الدكتور ياقوت الديب وهو الناقد الفني. برحب بحضرتك دكتور ياقوت. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير. طيب فني. يعني احنا يمكن شفنا في التقرير السابق يعني مجموعه متنوعه صراحه من العروض اللي بتعكس تلاقي الثقافات بين الدول المشاركه في الحقيقه، وبالتالي ايه المختلف هذا العام في ظل العدد المشارك يمكن اكبر من الاعوام السابقه بالطبع في هذا المهرجان؟ لا زي ما حضرتك تفضلت فيما يتعلق طبعا الجديد انه طبعا العدد فعلا كبير فيما يتعلق بالفرق، 43 فرقه، وده شيء مش قليل يعني من 18 دوله، ودي يعني دوره استثنائيه اعتقد في حاجات كتيره جدا، سواء يعني كم الفرق والدول المشاركه. والشيء كمان الجديد ان هو تنوع الفرق او الدول من كل انحاء العالم تقريبا يعني باستثناء امريكا الشماليه، يعني امريكا الجنوبيه منها المكسيك، من اسيا، من افريقيا، من اوروبا، من كل تقريبا قارات العالم. وده الحقيقه يعني بيعكس اولا نمره واحد بيعكس يعني مدى
المناخ الآمن والمناخ الجميل والمشجع، سواء حتى من ناحية الطقس أو إلى آخره بالنسبة لمصر يعني. فهي دايما مصر حياة جاذبة لكل الثقافات ولكل الفرق الفنية وكل الفعاليات الثقافية على مستوى العالم ومؤتمرات وكده. فالحقيقة ده بيعود بينا، بيخلينا نحس إن فعلا قيمة مصر دي نمرة واحد، إن احنا نحس إن احنا دولة ذات قيمة. وخاصة مثل هذا المهرجان، مهرجان متميز على مستوى العالم يعني، ما هوش متكرر في دول كتيرة بهذا الكم وبهذا الحجم وبهذا طبعا التنظيم الهائل جدا اللي بيقوده طبعا الدكتور نصار عبد الفتاح. الحقيقه المجهود ضخم جدا، بيخلينا بيننا وبين نفسنا نفتخر ان مصر فيها هذا الكم من النشاط الفني والانفتاح على كل الثقافات. والرساله العظيمه اللي بيأديها هذا المهرجان الكبير طبعا فيما يتعلق بالعلاقات والدوليه، وان احنا بنطلع على ثقافات العالم، الثقافات والفنون التراثيه كمان، مش مساله يعني الطبول وكده، لا هو مهرجان الطبول والفنون التراثيه. ومن خلال هذا المهرجان بنتعرف على كثير من مظاهر التراث في جميع تقريبا جميع انحاء العالم. فالحقيقه حدث فريد جدا جدا، وهو حاجات كثيره في تنظيمه وشكله واماكنه والاماكن اللي فيه وعدد الفرق، ولسه حاجات كتيره جدا هي بتميز هذه الدوره، فهي دوره استثنائيه. وتحيه طبعا لوزاره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم والدكتور انصار عبد الفتاح، تحيه طيب. كبيره اليوم يعني. انت يعني بالفعل احنا بنتكلم عن اماكن متعدده بينظم فيها هذا المهرجان، من القلعه لقبه الغوري لاماكن متعدده في الحقيقه، لمسرح الهناجر وغيرها من الامور يعني. الحرص على التنوع في هذه الاماكن لعرض هذه الثقافات وتسليط الضوء كمان على الاماكن المتميزه داخل القاهره بشكل عام. ايوه، ما احنا بنتكلم عن مهرجان الطبول او الفنون التراثيه، لازم طبعا يعني ده يعني ينعكس او يتم التفاعل بيه من خلال الاماكن، برضه يكون الاماكن لها قيمه تراثيه على الاقل يعني. فدايما المهرجان، اداره المهرجان بتبقى حريصه على ان هي فعلا تبقى في قلب القاهره، القاهره القديمه، القاهره اللي بتعكس يعني العادات والتقاليد والثقافات الشعبيه المصريه وكده يعني. فاختيار الاماكن الحقيقه اختيار عبقري جدا. اولا يعني امكانيه عمل العروض في هذه الاماكن اختيار بعنايه جدا، يعني امكانيات الفنيه وامكانيات الصوتيه وامكانيات حتى الكادر الفني اللي موجود في هذه الاماكن يعني اصبح عنده خبره كبيره. يعني بنتكلم عن الدوره التاسعه، لا الحقيقه من اول دوره، بنشوف من اول دوره لغايه، لا في تطور كل سنه فعلا، في جديد، في اضافات جديدة، لان اكتساب خبرات ده بيعلم وبيدي صوره افضل يعني. فهنا التنوع وان كان بيتركز على القاهره يعني، طبعا بنطمع ان يكون هذا مثل هذا المهرجان في المحافظات يعني، يعني ما صعب انك تجيب الناس من المحافظات للقاهره، لا لازم تروح لهم يعني. حتى لما يعني يكون مثلا في عرض في الاوبرا في الهناجر، ساحه الهناجر، عندنا اوبرا في اسكندريه في المنهور، وعندنا في اسكندريه سيد درويش، وعندنا في كل المحافظات القاهره عندنا اماكن ممكن يعني تستضيف بعض هذه الفرق يعني. طبعا مجهود شاق جدا وصعب، اتصور ان طبعا مع السنوات القادمه ان المهرجان ينتشر في معظم المحافظات، محافظات مصر. لكن طبعا الاماكن المختاره زي ما حضرتك فضلت طبعا يعني نمره واحد القلعه يعني، ومسرح بئر يوسف يعني، طبعا تاريخ وتراث عظيم، تاريخ اسلامي وتراث يعني شعبي عالي جدا. فاختيار حتى القلعه وبئر يوسف في حفلتي الافتتاح والختام ده اختيار طبعا عبقري جدا. المكان كبير، المكان متسع، وهو الجاذب نمره واحد لاي حد بيجي مصر، القلعه يعني. يعني لما تقول له مثلا قبه الغوري يمكن ما يسمعش عنها كتير، شارع المعز يعني، وهكذا امير طازي، وهكذا الهناجر في الاوبرا يعني وكده. لكن لما تقول القلعه، ما تبدي القلعه ويبقى فيها الافتتاح والختام، اتصور ده يعني اختيار بيبقى عبقري جدا جدا جدا. فطبعا تنوع الاماكن بيبقى طبعا القاهره فيها 15 استحقاق، يمكن حوالي 20 مليون. فطبعا يعني طبعا التركيز على القاهره طبعا على اساس ان هذا الكم من السكان، المحافظات الاخرى 2 3 4 مليون، لكن هذا الكم لازم محتاج فعلا يكون في اكثر من مكان، وحوالي خمس اماكن ضخمه وعملاقه، شارع المعز بطوله كله قبه الغوري، وكل هذه الاماكن الحقيقه اماكن تستوعب. فطبعا اختلاف الاماكن وتعددها بيخدم المهرجان لحد كبير جدا يعني. طيب لو اتكلمنا عن الشعار كمان يا دكتور، من اجل السلام، يمكن يعني ده له دلالات معينه بيحملها، خاصه في ظل الصراعات اللي احنا بنشهدها هذه الاونه، وبالتالي فكره اللي هي التقريب بين الشعوب من خلال الفن وهذه القوه الناعمه في ظل الصراعات والحروب اللي احنا بنشهدها، وبالتالي من اجل السلام، يعني الهدف والدلاله من وجهه نظرك؟ لا طبعا الدلاله هو احنا في ظروف الحياه استثنائيه يعني، يعني العالم كله بيمر بظروف استثنائيه، وخاصه عندنا في منطقه الشرق الاوسط والصراعات طبعا والحروب والالحاح سواء الداخليه او الخارجيه او بينها وبين يعني
الأطراف الأخرى يعني في المنطقة وكذا. فيعني حتى الوقت حتى أعتقد كان مناسب جدا، لأن احنا لفترة قصيرة قليلة قوي فاتت، يعني شهور قليلة قوي احنا ما زلنا بنعيش الحقيقة أحداث دامية جدا جدا في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الفلسطينية تحديدا يعني. فطبعا النداء بيبقى نداء للسلام، نداء السلام يعني نهدي بقى كده اللعب ونقعد بقى نشوف يعني فنوننا. وطبعا يعني دي رسالة بتبقى مهمة جدا، رسالة على الأقل على المستوى النفسي، يعني إن احنا لازم نجنح للسلام. الدنيا حلوة، الدنيا فيها موسيقى وفيها طبول وفيها غنى وفيها تراث وفيها عادات وفيها تقاليد وفيها تقارب وفيها كذا، يعني بتبقى لمحة. فهو حوار الطبول من أجل السلام طبعا اختيار عبقري جدا في هذه الوقت الصعب جدا الحرج اللي بنمر بيه. فطبعا الحقيقة اللي بيعكس المهرجان هذا الشعار وبقوة كبيرة جدا جدا، يكفي ان هو بيعمل تقارب بين الشعوب من كل انحاء العالم. فده بيخلي يعني النفوس لحد ما بتهدى، النفوس بتفكر انه طبعا الحياة يعني فن وثقافة وترفيه وعادات وتقاليد وتراث ومعرفة وعلاقات، هي دي الحياة، ما هياش الحياة الحروب والكلام ده. فاعتقد ده الشعار المهرجان شعار عبقري يعني الحقيقة. طب احنا كمان لو كلمنا كمان دكتور ياقوت عن كيف يمكن استغلال هذه المهرجانات للتسويق بقى للسياحة المصرية، لكن اسمح لنا في البداية قبل هذا السؤال طبعا احنا نتابع هذا او هذه الكلمة لرئيس جمعية الصحة العالمية، وبتأكيد سوف يكون الحديث عن فيروس جدري القردة الذي انتشر في بعض الدول بطب والجهود لمكافحته، ونتابع محاضرتكم. إذن تابعنا مشاهدينا الكرام جزءا من اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى هذا الحوار بالطب والمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. يعني دكتور ياقوت، كنا نتحدث قبل هذا النقل لاجتماع الجمعية الصحة العالمية عن هذا المهرجان ودوره في استغلاله بالطب للترويج للمقاومات السياحية في مصر والأماكن التراثية والحضارية وما تتمتع به مصر من كثير من المقاومات والمميزات في الحقيقة، يمكن الترويج والتسويق لها في الحقيقة. لا هو طبعا يعني إضافة لعملية الترويج السياحي في مصر، يعني وإن كان للأسف الشديد احنا نملك أكثر من ثلثين آثار العالم يعني، ومع ذلك عندنا قصور كبير جدا جدا في عملية الانتشار وعملية الجذب السياحي وكده. الحقيقة يعني نملك آثار العالم تقريبا كلها يعني، فللأسف ده يعني مجهود بيضاف للمجهودات اللي بتبذل إن كانت مش كفاية على الإطلاق خالص. يعني ممكن السياحة، نتصور إن السياحة بس كعنصر الدخل القومي أعتقد تخلي مصر من أغنى دول العالم لو استغلت صح السياحة بس. فالحقيقة طبعا المهرجان يعني بيقوم بهذه الرسالة بشكل ناعم وبشكل خفيف وبشكل يعني طبعا يعني ترويج بيبقى من نوع الترويج السهل البسيط اللي هو يعني غير مكلف حتى بمعنى الكلمة. يعني هذا الترويج السياحي اللي بيقوم به المهرجان الطبول والفنون التراثية الحقيقة يعد من أهم الرسائل الثقافية اللي على مستوى العالم يعني، وجهد الحقيقة كبير جدا جدا. فطبعا يعني هو يعني بيساهم في هذا الشكل وبشكل عملي وبشكل فعال وبشكل تطبيقي يعني فعلا ترويج السياحة ان هم مش مجرد ان الوفود دي بتيجي بس بتقعد في المكان، بتبقى محصورة في المكان اللي قدم فيه العروض، لا بيتعمل لها بيتنظم لها رحلات ممكن الأقصر لأسوان الأهرام الكده. وطبعا اما ينفتح على الثقافة المصرية وعلى الحضارة المصرية والتاريخ الكبير، اعتقد ان كل واحد من افراد اي فرقة حتى ولو كان يبقى رسول وكما لو كان سفير ليك ببلاش، انت جايبه ببلاش يعني. يعني هو مش هيكلفك حاجه في مقابل يعني ان هو يعكس صوره مصر الحقيقيه على مستوى، مفيش يعني اكيد هيتكلم عن مصر لما يروح وعظمتها وتاريخها واستقبالها للضيوف والجو الدافي، سواء الجو الجميل سواء من ناحيه الطقس او من ناحيه العلاقات بين الناس وبين بعضها يعني. فاعتقد يعني من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نحرص عليها وندعم هذا المهرجان، وزي ما بقول ان هو يحاول الانتشار مش حتى داخل مصر، ممكن حتى خارج مصر يعني. طبعا هو مهرجان متميز على مستوى العالم زي ما قلنا يعني هو يمكن باستثناء المهرجانات في كوريا. يعني احنا الحقيقه بنتساوى او احتمال نتفوق على كوريا فيما يتعلق بان احنا عندنا اكاديميه خاصه بالفنون، الفنون التراثيه بالموسيقى والفن الشعبي والفنون الشعبيه والفنون الشعبيه والباليه، عندنا حاجات كتيره جدا. فعندنا اكاديميه الفنون في مصر تعادل اكاديميه الفنون الشعبيه في كوريا حتى
يعني كرمت كوريا في هذا المهرجان المجهود اللي بتعمله، يعني بتخرج ناس اكاديميه على مستوى هذه الاحداث ومستوى هذه المهرجانات. فالحقيقه مصر، لا مصر دوله كبيره جدا وعظيمه جدا واحتاج مزيد والمزيد من الترويج السياحي. فكره بقى اللي هي الخارج بقى كمان، اللي هي المشاركه الخارجيه في هذه المؤتمرات والفعاليات والاستفاده كمان من هذه التجارب اللي موجوده في بعض الدول زي ما احنا بنتكلم عن كوريا، يعني كيف ترى تعامل الدوله مع هذا النهج والمشاركه ايضا الدوليه في بعض المؤتمرات الشبيهه او المعارض الشبيهه او المهرجانات الشبيهه؟ والله هو الحقيقه طبعا يمكن القائمين على المهرجان لا يقلوا جهدا في هذا، يعني بقدر الامكان، لكن هي الحقيقه في النهايه بتبقى قضيه امكانيات. يعني تخيل مهرجان زي كده على يعني النهارده، لما المهرجان يخلص النهارده من ثاني يوم انتصار عبد الفتاح بيبتدي يحضر المهرجان الجديد، فبيستهلك الوقت كله في التحضير لمثل هذا المهرجان، ولذلك بيبقى في تطوير دايما يعني. لكن هو ما يبقاش لوحده، او ما تبقاش اداره مهرجان الطبول والفنون التراثيه في مصر هي قائمه على هذا، لا، في وزاره الثقافه، في الاستعلامات، في مكاتب الثقافيه في الدول المختلفه، في اكاديميه الفنون، معهد الفنون الشعبيه، وهكذا. فالحقيقه ما هوش طرف واحد، فكنا نعتمد على شخص او طرف واحد او اداره واحده في اقامه مثل هذه المهرجانات الحقيقه شيء صعب جدا. لكن طبعا احنا نقدر زي ما حضرتك تفضلت، لا، ببساطه شديده يعني بنشارك بفرقه، بنعمل ندوه، بنعمل مؤتمر، بنعرض ايام مثلا الثقافه او الفنون الشعبيه المصريه في بعض الدول من خلال السفارات ووزاره ومصلحه الاستعلامات وهكذا. فالحقيقه اطراف كثيره جدا معنيه بهذا الموضوع يعني. طيب كمان يعني مشاركه اصحاب القدرات الخاصه او ذوي الهمم في هذا المهرجان، يعني اهميتها وايضا تسليط الضوء على الامكانيات التي يتمتعون بها وهم متميزون في الحقيقه. لا، هو الحقيقه طبعا ده جاي انطلاقا من توجيه القياده السياسيه الحقيقه ان هي تعمل عام لذوي الاحتياجات الخاصه، والنهارده اصبح في يعني فرق متخصصه في مسارح متخصصه زي مسرح الشمس مثلا القائمه عليه الفنانه وفاء الحكيم، يعني كل الانشطه بتعملها من ذوي الاحتياجات الخاصه، سواء احتياجات جسديه او بصريه او حركه او حتى قصور عقلي او كذا، موسيقى وفنون وغناء ورسم ورقص ومسرح، شيء الحقيقه جميل جدا جدا الحقيقه. فطبعا يعني انطلاقا من هذا ما يجي يعني طبعا في عده مهرجانات بتتعمل، يعني برضو الاستاذ سوير عبد القادر بتاع يعني عامله مهرجان ذوي الاحتياجات الخاصه، الجانب الاخر مشاركه ذوي الاحتياجات الخاصه في مثل هذا المهرجان الطبول وكده، برضو لا يعني جانب انساني كبير. العالم كله النهارده اصبح يهتم، لان هم الحقيقه اصبحوا فئه كبيره جدا، يعني في مصر لا يقل عن 12 15 مليون من ذوي الاحتياجات الخاص، نعم. ويجي طاقه الحقيقه جباره جدا وعندهم طاقات النهارده يسموهم ذوي القدرات الخاص، حقيقي موهوبين جدا في حاجات كتيره جدا احنا الاسواق ما نقدرش نعملها. وبالتالي الاهتمام لهذا الاهتمام بجانب ذوي القدرات الخاصه، خلينا نسمي الصح يعني، نعم. بيبقى اهتمام الحقيقه جيد من قبل الدوله ومن جهات كل القائمين والجهات الاخرى، فلفته الحقيقه انسانيه ومطلوبه وواجب الحقيقه على الدوله ان تعمل هذا. انا بشكرك دكتور ياقوت الديب الناقد الفني، شكرا جزيلا للفن. شكرا استاذ محمد، شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد هذه الوقفة الاقتصادية.